الفيديو اليوم راح أكمل معكم سلسلة طبخات المشتركين. اخترت مجموعة من اقتراحاتكم وراح أجربها معكم اليوم. وبس خليكم مع الفيديو. بأول وصفة، أول شيء جبت توست وحطيته بصينية، وبعدين دهنته بجبنة سائلة. آخر شيء حطيت عليه ليز حار نار ورشيته بجبنة موزاريلا ودخلت الفرن لمدة 5 دقائق. طعمها مرة كأنها بيتزا سبايسي بدون أي إضافات، علشان كذا أحس لو حطيت معاها فلفل أو زيتون راح يجي طعمها مرة لذيذ. أعطي الوصفة 8/10. وثاني وصفة راح أجربها هي وصفة آيس كريم. أول حاجة حطيت دريم ويب وحطيت عليه حليب بارد وخفقته لحد ما صارت معاي كريمة. بالوصفة كاتبة أضيف شوكليت، وكل ما كثرت الشوكليت راح يصير طعم الآيس كريم أقل. حبيت هذه المرة أستخدم شوكليت دايري ميلك، استخدمت 4 حبات وذوبتها بالمايكروويف وبعدين أضفتها للدريم ويب. خلطت الشوكليت كويس مع دريم ويب وبعدين حطيته بالفريزر من 5 إلى 6 ساعات. طعمه مرة لذيذ وكمان بس بمكونين، والطريقة كانت مرة سهلة، علشان كذا أعطي الوصفة 10/10. ثالث وصفة هي وصفة بالبطاطس المقلية. أول شيء قليت بطاطس وبعدين حطيت عليها جبنة موزاريلا ودخلتها الميكرويف تقريبا لمدة 2 دقيقة. آخر شيء طحنت شيتس حار نار وحطيت عليها. حسيت الشيتس كانت إضافة مرة رهيبة، وكمان أحس لو حطيت جبنة سائلة راح يكون الطعم أسطوري. بس بالنهاية كانت مرة لذيذة الوصفة وأعطيها 10/10. ورابع وصفة هي وصفة حلى بالموز. أول شيء جبت موز وقشرته وقطعته بالنص وبعدين حطيت فيه أعواد. ثاني خطوة راح أحط شوكليت جالكسي في كوب وراح أذوبها. بعدين راح اغمس الموز في الشوكليت، واخر شيء راح ازينها بسبرينكلز وجوز هند. وراح ادخلها الفريزر شوي لحد ما تجمد الشوكليت. طعم الموز مع الشوكليت دايم لذيذ، وكمان الوصفه نوعا ما صحيه، عن نفسي اعطيها 9/10. خامس وصفه راح اجربها هي وصفه ايس كريم ساندويتش. أول حاجة حطيت بصحن كريمة خفق وراح أخفقها لحد ما تصير معايا كريمة. وبعدين أضفت لها حليب مكثف. بس اللي صار لما أضفت لها الحليب المكثف زي ما انتم شايفين ذابت معاي. أتوقع السبب لأن الحليب المكثف كان بحرارة الغرفة المفروض يكون بارد، وأشوف أنه الأفضل لو حطيت الحليب المكثف مع الكريمة في البداية وخفقتهم مع بعض. بس حبيت أسوي نفس الخطوات اللي كانت مكتوبة بالوصفة ورجعت خفقتها مرة ثانية، بس هذه المرة قوام الكريمة صار معاي أخف من قبل. وبعدين جبت كيكة وفتحتها بالنص وحطيت فيها الحشوة اللي سويتها بالبداية. ودخلتها الفريزر تبرد، خليتها تقريبا لمدة 4 ساعات. الحشوة نفسها بدون أي إضافات طعمها مرة لذيذ، ومع الكيكة جا طعمها مرة رهيب. أعطي الوصفة 10/10. وسادس وصفة هي وصفة كرات الكيك. بالوصفة مكتوب أخذ أي كيك عندي وأحط معاه قشطة وبعدين أعجنه وأكوره. لأن الكيك اللي استخدمتها نفسها محشية بالكريمة حطيت بس ملعقة من القشطة. وأنا أكورها قوام الكيكة نفسها كانت مرة لينة، فكان صعب تثبت على شكل الدائرة. بعد ما كورتها دخلتها الفريزر تقريبا لمدة نص ساعة علشان تجمد شوي. وبعد
بعدين تغمسوها بأي شوكولاتة عندكم. أنا راح أغمسها بشوكولاتة بنية وشوكولاتة بيضة. بعد ما ذوبت الشوكولاتة راح أغمس فيها كرات الكيك. بعد ما خلصت من تغميسها بالشوكولاتة راح أدخلها الفريزر عشان تجمد. الفكرة نفسها مرة حلوة، بس حسيت نوع الكيك اللي استخدمته ما كان مناسب، لأن قوام الكيكة كان مرة لين، أتوقع لأنه حطيت قشطة وهي من قبل فيها كريمة، عشان كذا أعطي الوصفة 7/10. سابع وصفة هي وصفة حلا بالكروسان. أول حاجة جبت كروسان بالشوكليت وفتحته بالنص وحشيته بآيس كريم بالفانيليا. آخر شي زينتها بالنوتيلا. طعمها مرة لذيذ وكمان شكلها مرة يفتح النفس. عن نفسي أعطي هذه الوصفة 10/10. وثامن وصفة هي وصفة صوص للشيبسات. أول حاجة حطيت ملعقة مايونيز وملعقتين جبن سائل وفلفل أسود وملعقة زعتر. الصوص لذيذ وحسيته مرة ينفع للساندويتشات. أحس لو تسوي ساندويتش بأي شيبس وتحطوا معاه هذا الصوص راح يجي مرة لذيذ. بس كصوص تغميس أفضل اللي يكون فيها زبادي، عشان كذا أعطي هذه الوصفة 9/10. تاسع وصفة هي وصفة فشار بالنوتيلا. أول شيء سويت فشار بالطريقة العادية. بعدين حطيت نوتيلا مع الفشار وهو حار وقلبته كويس. اللي يحب الفشار بالنكهات جربوا هذه الوصفة، أكيد راح تعجبكم مرة. عن نفسي أعطيها 9/10. عاشر وصفة هي وصفة غريبة، اللي هي راح أحول الإندومي إلى سينابون. راح أسوي سينابون بالطريقة العادية، بس بدل الدقيق راح أستخدم إندومي. أول حاجة حطيت بصحن حليب دافي وحطيت معاه سكر وخميرة، وراح أخليها على جنب لمدة 10 دقائق لحد ما تتفاعل الخميرة. وبعد 10 دقائق حطيت بيض وفانيليا وزيت وخلطتهم مع بعض. وبعدين جبت إندومي وطحنتها. طبعا اللي ما يعرفوا، الإندومي بدون بهاراتها طعمها عجينة عادية. بعد ما طحنتها أضفت عليه الخليط وعجنت لحد ما صارت معايا عجينة متماسكة. وبعد ما عجنتها خليتها تتخمر لمدة 2 ساعة. حطيت طحين وراح أفردها علشان ما تلصق معاي. بعدين حطيت عليها خليط من القرفة والسكر وراح ألفها. لاحظت وأنا ألفها رغم أنه قوام العجينة لين، بس كانت تتفتت معاي. بس حاولت ألفها بشكل مرتب على قد ما أقدر، وبعدين قصيتها لقطع صغيرة. وبعدين دخلتها الفرن لحد ما تستوي معاي. بعد ما طلعتها من الفرن وهي حارة حطيت عليها حليب مكثف. أعطيت أهلي يجربوا هذه الوصفة بدون ما أقول لهم إني سويتها بالإندومي، وانصدموا مرة لما عرفوا إني سويتها بالإندومي، لأنه طعمها بدون مبالغة كان زي أي سينابون عادي وكان مرة قوامها خفيف. آخر وصفة راح أجربها هي وصفة كرات جوز الهند. أول حاجة راح أستخدم بيضتين وراح أفصل بياض البيض عن صفار البيض. مع بياض البيض حطيت كوب جوز الهند وخلطتهم مع بعض لحد ما صارت معايا عجينة. وبعدين كورتها وحطيتها بصينية ودهنتها بصفار البيض ودخلتها الفرن لحد ما صارت معايا ذهبية. وبعد ما طلعتها من الفرن زينتها بنوتيلا وصوص كراميل.
عجبني بالوصفة إنه قوامها كان ناشف شوي، ممكن أكون خليتها وقت أطول بالفرن، بس كانت طعمها اللي ما عجبني قوامها، عشان كذا أعطيها 7/10. بس هالنهاية الفيديو، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا الفيديو لايك، واكتبوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية. باي.